كنا بنتفرج هنا مع العيلة، بس بصراحة يعني زعلت لأن الزمالك ما يستحقش الخسارة في اليوم ده، لأن الزمالك الظروف اللي قابلت الزمالك قبل المباراة هروب مدير فني ومجلس إدارة ومشاكل كبيرة جدا جدا جدا، كانت الأمور مش واضحة، ولكن اللعيبة قتلت بصراحة أخطاء بسيطة جدا، ولكن الزمالك بصراحة كان هو الأفضل هو الأحسن، والبطولة دي ما كانش يستحق فيها الخسارة خالص. مين من اللعيبة الموجودة اللي حضرتك شايفها انها تعرضت للظلم بعدم انضمامها لمنتخب مصر؟ من وجهة نظري يعني اشوف محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، اشوف محمد ابراهيم، اشوف محمد هلال، اشوف أفشة. الحاجة بقى المهمة والاخيرة طارق حامد، انا عمري ما شفت لعيب بصراحة، عمري ما شفت لعيب مستواه ثابت اكتر من 3-4 سنين. طارق حامد مش احسن لعيب في مصر في رقم 6، لا احسن لعيب في افريقيا في رقم 6. طبعا انا اشوف ان كهربا في نادي الزمالك كان نجم، كان لعيب اساسي، كان هداف، حتى لو كان مستواه بيقل شويه فكانت الناس بتغفر له، كان كجمهور اعتقد كهربا خسر كتير جدا 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 بمشيانه من نادي الزمالك، واكيد هو حاسس بكده، بس عمره ما هيقول كده، لان كهربا في النادي الاهلي بديل، وبديل ثالث مش تاني، يعني مش 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 مؤثر في النادي الاهلي. انا اشوف ان هي تجربه بالنسبه له، اتمنى ان كهربا لانه عنده امكانيات، واللي عنده امكانيات ده سهل جدا ان هو يرجع بسرعه. اشوف ان الفتره بتاعت تركيا دوري قوي، دوري عنيف شويه، مش دوري مهاري يعني ما بيعتمدش على المهارة قد ما بيعتمد على القوة، بدليل مصطفى موجود فيه يعني، وأنا كنت واحد من الناس اللي احترفت في تركيا من جيل ال 98 يعني. فأشوف إن فرصة الكهرباء إن هو يلتزم وإن هو يرجع تاني كهرباء.